السلام عليكم. هذا الطريق اللي رابط ما بين الصويرة يعني محافظة واسط وكربلاء، طبعا طريق أنا أسميكم يا طريق الموت والطسات، يعني طريق منتهي. اللي يبحثون عن قدسية كربلاء هو هنا القدسية، يعني هنا الطريق اللي يربط كل زوار كربلاء اللي هم يجون مشي أو يجون من دول جوار لزيارة، يعني هذا الطريق منتهي، يعني السيارة ما تقدر تمشي به، ويتحمل هاي محافظ واسط والمسؤولين على واسط. يعني طريق صار لهم يمكن 20 سنة 15 سنة، ما أعرف كم سنة، هو هذا الشارع محفر ومنتهي على طريق يعني يربط ما بين الصويرة ومحافظة كربلاء.